فرض فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي هذا الموسم اسمه كأحد أبرز فرق الألعاب الجماعية بالقلعة الحمراء بعد المستوى المميز الذي ظهرت عليه اللاعبات ونجاحهن في حصد لقب دوري السوبر عن جدارة واستحقاق خلال الشهر الجاري. وكانت فتيات وبطلات الأهلي على موعد مع التتويج يوم الجمعة 18 من شهر سبتمبر 2020 بعد نجاحهن في حسم لقب دوري السوبر للموسم الجاري 2019-2020 رسمياً، وذلك بعد نجاحهن في الفوز على فريق سبورتينج في المباراة النهائية الفاصلة على اللقب. وتألقت لاعبات الأهلي في المباراة النهائية كالعادة في السنوات الأخيرة، وكشفنا أن دماء البطولة تجري في عروقهن بعدما حافظنا على ثباتهن ولعبنا بثقة رغم قوة المنافس لينجحنا في حسم المباراة بصعوبة وبفارق 3 نقاط فقط لتنتهي القمة الفاصلة بنتيجة 75-72، ويذهب اللقب إلى الجزيرة ليستقر في دولاب بطولات النادي بين المئات من الدروع والكؤوس للمارد الأحمر. لقب سوبر السلة في الموسم الجاري حمل الرقم 19 في تاريخ سيدات السلة بالنادي الأهلي، ليؤكد الفريق أنه المسيطر على هذه البطولة وأن نجمات المارد الأحمر تغلبن على كل ظروف الصعبة في الموسم الحالي ونجحن في تحقيق آمال الجماهير بحصد اللقب. ولأن كتيبة الإدارة الحمراء لا تشبع من البطولات ولا تتوقف عن التخطيط للمستقبل، أعلن مسؤولو النادي في الساعات الماضية عن التعاقد مع اللاعبة الموهوبة وإحدى بنات النادي السابقات نادين السلعاوي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي خلال الموسم المقبل والسيطرة على البطولات المحلية والعربية والإفريقية.